استاذ شيماء من المنوفيه. استاذ شيماء، استاذ شيماء معايا؟ يا استاذه شيماء. الو. ايوه يا استاذه شيماء، ممكن توطي التلفزيون؟ ممكن توطي التلفزيون؟ ايه؟ انا يا تخسر عم. طب ممكن توطي التلفزيون بالله عليكي؟ ماشي، يكرمك ربنا يا رب. انا ماشي. انا يا دكتور عبد كنت متزوجه قبل كده وما حصلش نصيب الخلفه، واهلي غريب سيبيه وتعالى لجوازه واحد غيره. يعني العيب كان منه يعني، على التعبير ده يعني، يعني عدم القدره على الخلفه. اتخلصت منه عايز والعيله يسلكك. انا ما بحبش على فكره، بالله عليكم ما بحبش فكره العيب منه. ماشي، انا مش بقول لك انت، لكن انا بقول للساده المشاهدين. اتفضلي يا استاذ شيماء كملي. استاذ شيماء، طيب استاذ شيماء لو سمحتي، لو ان التليفون قطع مع حضرتك، لو سمحتي يعني ارجع الاتصال بيكي، لان واضح ان انا كنت يعني حريص جدا جدا على سماع سؤالك. فلو سمحتي لو تكرمينا تعيدي الاتصال بينا مره ثانيه لو سمحتي. نعم، سيده ام محمد تتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت ليا سؤال بسيط يا دكتور. انا رمضان اللي فات كنت مريضه جدا وباخد علاج، ففطرت 7 ايام فبطلع اطعام لاني ما قدرتش اصومهم. لا معلش، هو الدكتور قال لحضرتك ان انت مش هتصومي تاني خالص؟ لا هو ما قاليش، هو انا كنت باخد جرعات كيماوي فلازم اثناء الكلام. ربنا يجمع لك بين تمام الاجر والعافيه. يا ساده مشاهدين ادعوا وقولوا امين. امين يا رب. ربنا يحفظك يا ستي. يا رب يخليك. فكان لازم اثناء الكلسه اشرب ميه كتير. انا عارف طبعا ده، لكن انا بسالك دلوقتي الدكتور. لا ما انا واحده حاجه ام محمد. طب قولي لي السؤال كله واقول لك شويه نصايح، لان واضح ان حضرتك بتتصرفي من نفسك شويه. قولي لي. لا والله انا سالت الدكتور قال لي لا انا ما اقدرش اخد سامبل، لكن الدكتوره بتاعت المستشفى قال لازم تشربوا ميه، لكن الدكتور المعالج قال انت وظروفك، بس انا ما قدرتش اصوم فبطلع اطعام. طيب معلش كملي بقى، فين السؤال لحضرتك يا حاجة ام محمد؟ لا انا مش قادره اصومهم، بس هصوم ان شاء الله، انا عشت وكملنا عمر رمضان اللي جاي، فينفع اطلع اطعام او فلوس عن الايام دي؟ طب اقول لك حاجه يا حاجة ام محمد، اقول لك الكلام اللي بقوله لك ده وتقولي لي اللي انا بقوله صح ولا لا. يبقى حضرتك بتقولي انت الدكتور ما قالكيش ما تصوميش رمضان الجاي، بس وكأن طاقتك على قد رمضان بس، مش هتقدري تصومي تعوضي الايام اللي فاتت، صح؟ انا بقول صح كده؟ صح، لكن هصوم لرمضان اللي جاي نعيشنا. لا انا بقى شاكك فيكي بقى، انت سألت الدكتور ان انت هتقدري تصومي رمضان الجاي ولا لا؟ لا ربنا يسامحك، ما سألتوش عشان انا ناويه اصوم وما اضيعهوش. ما انا عارف، اما انا عارف. لا كده كده يا حاج محمد، انا بالله عليكي ده من اخوكي، ممكن تروحي لو سمحت تسالي الدكتور انا هقدر اصوم رمضان الجاي ولا لا، او انا جائز ليا ان انا اصوم رمضان الجاي ولا لا، وان شاء الله ببشرك. لو الدكتور قال لك مش هتصومي، انا ببشرك ان حضره النبي قال ان انت هتحصلي على الثواب كانك صائمه صحيح. فاللي حاصل بعد اذن حضرتك ممكن تسالي الدكتور. اسالي الدكتور ليه؟ عشان ما نهلكش نفسنا. المرض والفضل ربنا سبحانه وتعالى انت فيه دلوقتي ده ليه اصول، فما ينفعش نخالفها، لان ده ممكن ياخر البرق شويه، يعمل لنا شويه مشاكل. فلو سمحت ارجع للدكتور. وبالله عليكم يا ساده دكاتره، يعني لو كان الكلام اللي قاله الدكتور ده للست ام محمد كلام صحيح، بالله عليكم ما تدخلوش نفسكم في الفتوى. انت حضرتك كده كهربت الست ام محمد، فرجائي بالله عليك بلاش كده، بلاش تدخل انطباعك الشخصي ولا اي شيء في الفتوى. الناس مش مستحمله، الناس في المرض ده ربنا يكرمهم هم اكتر الناس تعرضا للوسواس. فكلمه حضرتك ان انا مش هتحمل ذنبك، كلمه انا اسف 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 اسف، ما كانش في محلها. لا يا ست ام محمد، انت مرضك ده يجيز لك الفطر قولا واحدا،
والدكتور لو ما كانش عارف أرجوه يسكت. وجزاها الله خيرا الدكتورة اللي قالت لك تفطري. هي ما قالت لكش تفطري، هي قالت لك مرضك يحتاج إلى كذا 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 وعليه إن أنت تفطري، فجزاها الله خيرا. هذا المرض يبيح الفطرة قولا واحدا في الحالة اللي أنت فيها دي. واحدة بتاخد جرعة وهي مريضة تفطر؟ تفطر. الفتوى بقى لو ان الدكتور قال لك ممكن تصومي رمضان بس ما تصوميش تاني خالص، اعتقدي هتفدي عن الايام السبعه اللي انت فطرتيها. ربنا يكرمك يا حاجه ام محمد وكل اخواننا اللي بيمروا بالرحله دي، بنسال الله سبحانه وتعالى ان هم يجمع لهم بين تمام الاجر والعافيه. يا رب امسح بيمينك الشافيه على اجسادهم الطاهره واجعلهم في حماك واجعلهم في رعايتك واجعلهم في حفظك يا رب العالمين. ونسألك بهذه الأيام المباركة، في هذه الأيام المباركة، أن تجعلهم في أمانك وأن تجعلهم في ضمانك وأن تنزل عليهم من شفائك ما يطيب به أجسادهم وقلوبهم، وتجعلهم يا ربنا دائما في حفظك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اجعل كل المرضى في أمانك وفي حفظك واجمع لهم بين تمام الأجر والعافية يا رب العالمين.